السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم منذر الشيخ من قناة ميكس. النهاردة هنشرح طريقة عمل ريكفري أو استرجاع الملفات اللي على الفلاشة أو البارتيشن اللي على الهارد لو حصل فيهم مشكلة واحتاجوا إن هما يحصل لهم إعادة فورمات. قبل ما نبدأ، في مشكلتين بتحصل على الفلاشة، هنشرح على الفلاشة دلوقتي. في مشكلتين بتحصل على الفلاشة، إما بيكون في مشكلة في الفيرموير نفسه أو في مشكلة في البارتيشنينج أو التقسيم بتاع المساحة على الفلاش. فلو في مشكلة في السوفت وير أو الفيرموير، فديت مش هي المقصودة بها الحالة دي. المقصود بالحالة دي المشكلة التانية، اللي هو في مشكلة في التقسيم البارتيشنينج بتاع الفلاشة، يعني الفلاشة في مشكلة في البارتيشن بتاعها، فمحتاجة إن هي يتعمل لها إعادة تقسيم أو فورمات. فانت طبعا الفلاشة بيكون عليها داتا مهمة، فعشان تسترجعها اتبع معايا الخطوات دي. اول حاجة اللي هنستخدمه برنامج اسمه Partition Find and Mount. هنبدأ نفتحه. ادي عندي الفلاشة هي. اول حاجة هندوس على الاسكان. عندك 3 اختيارات. اول اختيار بيبقى سريع، يعتبر كويك سكان، نورمال سكان، والثرو سكان. انا انصحك بالثرو سكان، بحيث اللي هو بيبحث عن كل سيكتور في الفلاش، هيكون اكثر دقة، بس طبعا هيقعد وقت طويل. هنختار الثرو سكان ونبدأ نعمل سكان. انت ممكن تختار اي واحدة من الاتنين دولت في الاول، بحيث لو انت لقيت البارتيشن بتاعك فيهم تبدأ على طول تعمل استرجاع البيانات، مش محتاج تستنى وقت. بس لو ما لقيتش البارتيشن بتاعك فيهم هتبدأ تختار الاختيار التاني. هنبدأ ثرو سكان. لو احنا كبرنا الخانة دي بحيث الاسكان النسبة بتاعته تبان. طبعا هو اول ما بدأ على طول لقى البارتيشن. طب احنا نفرق ازاي بين المشكلة، لو المشكلة في الفيرموير او المشكلة في البارتيشن؟ هنبدأ ندخل على الديسك مانجمنت، هندوس كليك يمين على ماي كمبيوتر، ندخل على المانجر وندخل على ديسك مانجمنت. هيبدأ يظهر لنا الفلاشة اهيت. لو الفلاشة عندك هنا ظاهر لها بارتيشن زي كده او متقسمة زي كده، لو هو هارد مثلا، يبقى كده المشكلة في البارتيشن نفسه. طبعا انا في الفلاشة ديت انا اللي عامل المشكلة، لما هي فعليا ما فيهاش مشكلة. لو البارتيشن مش ظاهر لك زي كده، او جايب لك هنا هتلاقيه كاتب لك نو ميديا زي ما الصورة موضحة، يبقى ده مشكلة في الفيرموير والفلاشة محتاجة فيرموير، وده مش قصتنا في الفيديو ده. كده البرنامج اهو خلص، قرب يخلص سكان. نلاحظ طبعا اللي هو انا عندي لما فتحت ديسك مانجمنت ظهر لي بارتيشن واحد. هنمزح ظهر لي بارتيشن واحد اللي هو مساحته يعتبر 2 جيجا، اللي هو ده اول بارتيشن. البارتيشنات التانية ديت ممكن ساعات بتكون بارتيشنات قديمة، فانت هتجرب كل واحد فيهم لغاية ما تلاقي الداتا بتاعتك. طبعا السرعة بتاعت الاسكان ده تختلف على حسب المساحة بتاعت فلاشة أو الهارد. وهندخل على أول بارتيشن عشان نشوفه. هنعمل أول حاجة ماونت اس. عندك برضو البرنامج بيوفر لك اللي انت تعمل كرييت ايميج، ملف الايميج اللي هو عبارة عن ملف زي ملف ملفات الايزو، أكن الفلاشة موجودة في ايدك. هتعمل ملف بنفس المساحة بتاعت الفلاشة أو البارتيشن اللي انت محدده، بحيث اللي انت لو معكش الفلاشة تقدر ترجع للداتا دي بتاعتك تاني. يعني انت لو احنا مثلا عملنا create image، هنيجي بعد كده بعد ما يخلص انتهى من create image والفلاشة مش معانا مثلا، هنعمل open image ونبدأ نفتح ملف الايميج اللي احنا عملناه. هنلاقي ظهر لنا البارتيشن او الفلاشة اللي احنا كنا محددينها، ونقدر نعمل mount تاني للبارتيشن دوت وندخل على الداتا بتاعتنا. اول حاجة هنختار البارتيشن اللي احنا عايزين نعمل له mount او هنرجع من عليه الداتا. هندوس عليه كليك يمين وندوس على mount as. هنا طبعا حرف اللي هو هياخده، وهنا بيقولك اللي هو هيفتحه بعد ما يعمل له mount، هيفتح لك البارتيشن اللي هو هيعمل له mount دوت اول ما يخلص. هندوس اوكي. كده اهو ادي الداتا بتاعتنا اللي على الفلاش. طبعا لو جينا نعمل نقدر نعمل mount البارتيشن دوت لو ما لقيناش الداتا بتاعتنا، ونقدر نعمل mount البارتيشن دوت برضو لو ما لقيناش الداتا بتاعتنا. نقدر طبعا ننقل الداتا بتاعتنا المكان اللي احنا عايزين. الداتا اتنقلت بكل بساطة،
مفيهاش أي مشاكل، لو أنا فتحت مثلا الوورد دوت هنلاقي الداتا مفيهاش أي مشاكل. كده انتهى الشرح. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد، ولو عندك أي مشكلة قولها لي في الكومنتات إن شاء الله هرد عليك.